بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم أن تكونوا بخير. من الأخطاء اللي بيقع فيها الفنيين أمثالي والناس كلها الفنيين ربنا يبارك فيهم، أن بعد ما بيخلص شغله يسيب الكابيلاري زي كده، أو يسيب أي ماسورة الكابيلاري ده سايبه بيعمل كده، بيخبط في نفسه أو بيخبط في الحديد لحد ما هرب الفريون والشحن طلع. الان انا هقوم بتغيير في الكابيلاري يعني عموما، ولكن المشكله فين بقى؟ احنا كفنيين مفروض انت كفني تلم الكابيلاري، ما تخليهوش يخبط في اي حاجه او يخبط في نفسه، ما تخليهوش يعمل احتكاك في اي شيء، واي ماسوره ما خلاش يعمل احتكاك في اي ماسوره تانية. في نقطه تانية هنا، في غلطه هنا تانية الفني عاملها، ده خط السحب من جاي من فوق اهو نازل اهو تمام. فالوصلة دي طبعا هي ماسورة ربع، بس وصلة صغيرة خالص ومكتومة، شايفين مكتومة قد ايه، مخفوسة الخفسة الطينة دي، غلط غلط جدا. انا فعلا هحطها ربع اوكي، بس مش هخليها صغيرة كده ولا هخفسها كده، هحطها ربع واخليها طويلة كده وترجع كده وتلف كده وتيجي كده، عشان خاطر تمتص الذبذبة بتاعة الموتور، ما تعمليش تهريبات، وفي نفس الوقت يا شباب اعرف الفها كويس، ما خلاش نخفس كده، هي كده مخفوسة اهي، اهي مخفوسه اهي، كبات شغال بقاله سنه مخنوق على كده، خنقه كبيره عليه. وعلى ايه انا ضيق على نفسي؟ انا اجيب ماسوره طويله شويه 25 سنتي والفها كده وترجع كده، واغير بالمره ان شاء الله، اغير الكابيلاري واغير الفلتر. طبعا هو لحم هنا واصله في وصله نحاس في الحديد، وبعدين لحم فيها الفلتر، نقطه لحام 1 2 3 3 تمام كده، 4 5 طبعا 6 بتاعت الكابيلاري، والسبعة بتاعت الوصلة، 8 بتاعت الوصلة، 8 نقاط لحام. كلف على نفسه جهد زيادة، والشغل صراحة يعني كتر خيره، لكن ما هوش بروفيشنال في التكفيل، بس كان عايز ديت يبعدها عن الاحتكاك في الحديد، وكان عايز يخليها طويلة شوية، وكان عايز يقلل النقاط اللحام، ما يبقاش نقطتين في نفس المكان، ما يبقاش فيه نقطة 3 4 نقاط في نفس المكان، يحاول يقلل النقاط اللحام على قدر الامكان. الان هقوم انا بالشغل واصور لكم الشغل عملته ازاي. احبتي في الله، بصوا بسم الله، طبعا ده اليوم التالي. عملت انا ايه بقى يا شباب؟ شلت الوصله الصغيره اللي كانت هنا لخط الراجع، وعملت ايه؟ بصوا لو تبعت الماسوره، ده خط الراجع الاول كان طالع من هنا لهنا على طول، بصوا كان طالع من هنا لهنا، كان طالع من هنا لهنا مكان السبعين دول، شحت كده. انا عملت ايه؟ بصوا الماسوره اهي، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بصوا الماسوره اهي طالعه واخده زاويه براحتها فوق اهي، ونازله تحت خالص اهي، ورجع فوق تاني كده الصح كده يا شباب الصح. بدأ وغيرت طبعا الكابيلاري، ده الكابيلاري الجديد اهو، وامنت على اللحامات بتاعتي وشحنت، واشتغل معاه الفريزر وجمد الحمد لله. ولكن لسه عايز اقول لكم على موضوع تاني، عايز افكركم بالموضوع اللي احنا بدأنا فيه الفيديو، لان انا ايه طبعا كان امبارح تمام. بصوا يا شباب، صلى رسول الله كمان مرة، ما ينفعش انت كفني تسيب الماسورة دي بترتعش كده كده، او تسيب ماسورة بتخبط في ماسورة، او تسيب فيه حاجة في احتكاك لأي حاجة. الاحتكاك ده والرعشة دي كده هتلاقيها تعمل كده كده كده، دي هتخرم وتطلع الفريون برضو في يوم من الايام. يبقى الصح يا شباب، الصح ان احنا نأمن ده صح كده، نربطه بأي حاجة، كيبل تايد، جفيز كابلات، شيكرتون، المهم نأمن ده صح وندخله كده جوه آمن وما نخلوش يخبط في أي حاجة. هعمل الكلام ده وأوريه لكم. بصوا يا شباب، بصوا بالجفيز ربطت الكيبل بتاع الكابيلر كويس بالكيبل تايد، ورشيت سبري بوهيه لونها اسود على اماكن اللحام عشان الكربانة بتاعت اللحام، وفي نفس الوقت رجعت الماسوره بتاعتي كويس مكانها. بصوا الكابيلر ده لو بيتحرك، بصوا ما بيحتكش في حاجه ولا بيحتك في نفسه اهو، مثبت كويس اهو، مفيش اي حاجه بتحتك في اي حاجه.
هو ده الشغل السليم، هو ده يا شباب الشغل السليم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات أبويا وأمي، وأن يغفر لهم ويرحمهم كما ربياني صغيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.